بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوا أحبتي ماذا أعد الله للشام. الأيام القادمة أيام خير وأمن وأمان وبركة بإذن الله. إذا أردت الأمان على نفسك وأهلك ومالك عليك بالشام. الشام بلد الخير، بلد الحق، بلد الخلق الكريم، بلد الملاحم والبطولات وفسطاط المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وقال أيضا: إن الله تكفل لي بالشام وأهلها. نحن بالشام نعيش بفضل الله ثم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: طوبى للشام، طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وقال أيضا: بأبي هبى وأمي. الشام خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. نحن نعيش في خير البقاع، فمن صبر ظفر. سيقوم الشام من كبوته حاملا رسالة الإسلام العظيم ليسحق الروس والمجوس المعتدين وينتصر على الروافض والنصيرية المجرمين، وما ذلك على الله بعزيز. قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة. اللهم إنا نشهدك أننا بالشام ماكثون، مرابطون، محتسبون، صابرون، فأنجز لنا وعدك بالنصر يا جبار يا قهار. انصرنا على ذيل الخنزير بشار ومن والاه، وارزقنا إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، تبارك الرحمن، بوركت يا ولدي يا إسلام. شكراً أبي.